الديوان الوطني للأرصاد الجوية من أمطار غزيرة رعدية على 14 ولاية أغلبها بشرق البلاد بداية من اليوم الخميس. النشرية تتمثل في تنبيه باللون الأصفر ويشمل كل من تيزي وزو، بجاية، سطيف، ميلا، جيجل، سكيكدا، عنابة، قسنطينة، باتنا، أم البواقي، خنشلة وولاية تبسة، إضافة إلى ولايتي الجلفة والأغواط. وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية الساعة 6 من مساء اليوم، وهذا في أغلب ولايات الوطن.